السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة سكينة السورية. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا كفتة مشوية في الكوكوت. إيه غادي يكون غريبة، ولكن هادشي اللي غادي نحضروا اليوم كفتة مشوية في الكوكوت. تبعوا معايا الفيديو إلى الآخر باش نتعرفوا على الطريقة ديال الكفتة اللي كتجي مشوية في الكوكوت. كتجي رائعة جدا وكتوجد بسرعة وسهلة جدا كيف ما عودتكم دائما. وما تنساوش ما تبخلوش علينا بلي لايك وبالتعاليق البنائين، وبالنسبه للمشتركين الجدد يفعلوا الجرس باش يوصلهم دائما الجديد على قناه سكينه السوريه. ونقولوا بسم الله ونتوكلوا على الله باش نتعرفوا على المكونات. هادو هما المكونات اللي عندنا اللي غادي نحضروا بهم الكفته مشويه في الكوكوت كيف ما كتشاهدوا معايا. مكونات سهله جد وبسيطه. عندي هنايا 3 ديال الحبات ديال البصل حجم متوسط، الا كانوا الحبات ديال البصله كبار ديروا غير زوج. وعندي 3 ديال الحبات ديال الطماطم اي مطيشه. والتوابل كالتالي: عندي قليل من الملح حسب الذوق، عندي سكينجبير معلقه صغيره، معلقه كبيره ديال الكمون، ومعلقه كبيره ديال الربيع مدنوس مقصص، وعندي 4 معلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه صغيره ديال التحميره. وبطبيعه الحال المكون الرئيسي هي الكفته. عندي هنايا تقريبا 500 غرام ديال الكفته. والكفته على حسب يعني المتناول او افراد الاسره. انا غنوريكم غير الطريقه ديال تحضير الكفته مشويه في الكوكوت اللي كتوجد في 5 ديال الدقائق. ايه 5 دقائق هانتي غتاكلي معايا الكفته مشويه في الكوكوت، كتجي رائعه جدا. تبعي معايا سيداتي الفيديو الى الاخر ونبداو الطريقه التحضير. اول حاجه كنتبل الكفته ديالي، كندير معلقه كبيره ديال الكمون، انا كفته كتبغي الكمون، ومعلقه صغيره ديال سكينجبير، وربع معلقه صغيره ديال الابزار. اللي بغى يدير السودانيه كيبغي الحار يدير السودانيه، وقليل من الملح حسب الذوق. ثم كندير التحميره، ثمن نص معلقه صغيره ماشي بزاف. وعندي هنايا معلقه كبيره من الربيع اي قزبور معدنوس مقصص. وغندير معلقه كبيره من زيت العود او زيت نباتي اللي متوفر عندكم. هذه المعلقه كبيره ديال الزيت، اي نوع ديال الزيت، كتعطي واحد الهشاشه للكفته، كتجي هشيشه. هذا هو السر ديال الكفته اللي كناخذوها على برا كتكون شويه في الشوايه، يعني كتكون كتذوب في الفم كتجي هشيشه. راه ماشي السر ديالها هي كثره الشحمه او شي حاجه، راه كيضيفوا ليها الزيت. ايه كيضيفوا ليها شويه ديال الزيت باش كتجي كتذوب في الفم. ما علينا، غادي نخلطوا جميع المكونات الكفته ديالنا والعطريه ديالها التتبيله، نعجنوها جيدا باش تدخلها العطريه والتوابل. ثم غادي نخليها ترتاح ونمر نقطع البصل ديالي يعني شكل دائري. انا ما بغيتش نقطعه بحال هكا، غادي يهرب ليا من يدي. كنقطعو على هذه الطريقه هذه، واخا حطيت القراطه ما احتاجيتهاش، كنقطعو هكا باش كنتحكم في الدوائر ما يكونوش غلاظ وما يكونوش رقاق. ثم كنقطع الطماطم حتى هي دوائر ما يكونوش غلاظ وما يكونوش رقاق. بالنسبه لي انا استعملت هنايا غير جوج حبات البصل، وحده راها بقات، وتا الطماطم كذلك درت تقريبا جوج ونص ديال الحبات ديال المطيشه. وعندي كيف ما كتشوفوا واحد جوج الفلات حارين، هذوك اضافيين الا بغيتوهم، لانني ما درتش في التوابل ديال الكفته السودانيه او الحار، خليت هذوك الحار اللي غادي نضيفو معاها يعني اللي بغاه. بالنسبه للكفته اللي بغى يديرها دوائر يعني على شكل دائري ويبسطها يديرها، انا كنديرها بهذه الطريقه، كتجي اولا سهله وكتجي يعني طريقه ديال اللي كتكون في الشوايه وكتبقى محافظه على الحجم ديالها. كنشدها غير بيدي هكا وكان يعني بحال اش غنقول لكم، كنكمشها، كنجمع يدي، راه سهله وباينه يعني ما تحتاجش الشرح. كنجمع يدي هكا حتى كنكمل الكفته ديالي. بالنسبه للكفته ممكن ديروا ديال العداد، ممكن ديال اللحم الغنمي، البقري، اللي بغيتوا. الاساسي هو الطريقه ديال الكفته في الكوكوت، كتجي صدقوني رائعه جدا ما تشبعوش منها. كناخذ الكوكوت ديالي وكندير فيها البصله، كنسد فيها البصله اللي قطعتها دوائر، يعني كنفرش البصله هي الاولى، اول حاجه كنفرشوا البصله.
كتجي هذه الكفته هذه اللي كنشويو في الكوكوت كانها مشويه في الشوايه، واحسن لانها كتكون داك البصله ومطيشه طالقه داك الماء ديالها والتعليكه ديالها مع الكفته ملي كنسدو عليها في الكوكوت كتجي داك الكفته ما نقول لكم رائعه. ثم كنستف الطماطم طبيعة الحال كتكون هي اللي الفوق. ملي كنكمل مطيشه في التستف كنضيف شويه ديال التوابل، كندير شويه ديال الملحه غير شويه وشويه ديال الابزار شويه ديال الكمون ضروري باش حتى هما يعني يكونوا متبلين لاننا تبلت غير الكفته. كندير شويه من الحاجه شويه ديال الكمون شويه الابزار شويه ديال الملح. كنتمنى الصوره تكون واضحه والشرح واضح، ونتمنى تجربوا هذه الكفته اللي كطيب في الكوكوت يعني كتجي رائعه جدا. مع حنا مقبلين على عيد الاضحى وكاين اللي بزاف تيجي حتى لاخر ساعه وتيتشهى الكفته عاد يشعل الفاخر ويدير الشوايه ويدير هذه الطريقه كتجي رائعه جدا، وكتضيف ليها مطيشه والبصله كتجي ما تشبعوش منها صدقوني غادي تعجبكم هذه الفكره. ثم كنستف الكفته ديالي فوق مطيشه وكنضيف هذه الحارات فلفلات حارين تشهيتهم ودرتهم مع انني ما درتش الحار في الكفته، وكندير واحد جوج معالق كبار ديال زيت العود فقط ما كنضيفش الماء بتاتا لان مطيشه والبصله غادي يطلقوا داك الماء ديالهم مباشره. كنسد الكوكوت عادي وكندير الصفاره وكنوضعها على نار مهيله. هاد النار مهيله انا عندي معها واحد يعني دائما كنقول لكم سواء في الفران في الكاطو نار مهيله اي طياب بغيتيه يطيب على خاطر ويجي معتبر النار تكون مهيله، يعني راه ماشي بالسرعه ديال النار كتكون الحاجه يعني هي هذيك. كنقص عليها نار مهيله غير مجرد ما كتبدا الصفاره ديال الكوكوت كتصفر صافي كنحل عليها. ها هي دا غير بدات كتصفر يعني 5 دقائق غير صفرات حليت عليها وهي كنتسناها غير تشمع، يعني كنحل عليها وكنخليها تشرب واحد شويه حيت ملي كنحل عليها كنلقى الماء ديال مطيشه والبصله طلق كنخليها تشمع شويه. وهي دا بعد ما تشمعت يعني بعد ما وكحت داك المريقه داك الماء ديال مطيشه وديال البصله اللي طلق كيجي داك مطيشه وداك البصله معلكه. ما بغيتش نحمرها انا اكثر زياده يعني واخا حيت الغطايه ديال الكوكوت كنت باقا باغا نخلي المطيشه والبصله يزيدوا يتعسلوا يزيدوا يتحمروا، ولكن هكا كان احسن باش نلقاو فين نغمسوا وندوزوا داك الكفته كتجي رائعه جدا صدقيني سيداتي. غتجربي هذه الكفته اللي كتشوى في الكوكوت كتجي رائعه جدا غتجربيها وما غاديش تندمي عليها صدقيني غترحميني عليها. ها هي دا الكفته ديالنا من بعد ما وجدات استفتها في البلا كتجي رائعه جدا وكتجي هشيشه كيف ما كتشاهدوا معايا مطيشه اللي درنا والبصله كيجيو معلكين وما كتفوتيش فيها 10 دقائق 5 دقائق يعني قسم باش كتصفر الكوكوت. مجرد ما كتصفر الكوكوت كتخلي واحد القسم وكتحلي عليها وكتخليها عاوتاني واحد القسم على نار مهيله تشمع وها هي الكفته ديالنا واجده وبالصحه والراحه. وشكرا لكم المتابعه وكنتمنى ينال اعجابكم الطبق ديال اليوم اللي كفته مشويه في الكوكوت. شكرا لكم المتابعه ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه السويريه، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم البنائين اللي كيخليوني نزيد نعطيه احسن ما عندي. وشكرا لكم كنشكر بزاف المتتبعين ديالي المخلصين. كيف ما كتشوفوا كتجي هشيشه هاد الكفته كتجي رائعه. وبالنسبه للمشتركين الجدد فعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش يوصلكم دائما الجديد. وصلوا لي هاد لا فيديو الاكبر عدد من اللايكات فضلا وليس امرا. وشكرا لكم متابعة وبصحة وراحة ودمتم في رعاية الله.